صباح الخير. ها؟ صباح الخير يا روان، تفضلي. هذه روان الطالبة الجديدة. أنا وقت الامتحان. إنه سهل جدا. معكم 10 دقائق. إنه سهل جدا. كيف سأحل هذه المسألة؟ إنها صعبة. روان، ممكن أن تحضري قلمي؟ حسناً. أوه نو، انتهى الوقت، أعطوني الأوراق. أحمد نجح وروان رسبت. كيف يا معلم؟ كيف؟ يا معلم، أنا أجبت على كل الأسئلة. ورقتك فارغة. لا يا معلم، لا، الورقة مسجل عليها اسمي. أعتقد أن أحمد هو سرق ورقتي. ها؟ سأرى إن كان صحيح. كلام روان صحيح. أوه نو، أنت غشيت يا أحمد، سأتصل بشرطة الأطفال. ها؟ Hello. Okay. Oh no. لقد سرقت ورقتي يا أحمد، أنت غشيت. عقابك هو السجن. أنا آسف يا روان. لا، اذهب إلى السجن. أعتذر منك يا روان، لأنني لم أنتبه إلى الاسم. شكرا يا معلم. أتى الشرطي. هذا أحمد سرق ورقتي، يجب أن يعاقب في السجن يا شرطي، إنه يغش. يا شكرا يا شرطي. صباح الخير يا روان. صباح الخير يا أحمد. أنا آسف يا روان. حسنا، مرة أخرى لا تكرر هذا. حسنا. هذه 6 وضعناها هنا، هذه 3 وضعناها في يدنا. 6 7 8 9. صحيح، الجواب هو 9.
هاهاهاها